Yemeni!
the innocent people of Yemen. This air strike, this heavy bombardment has killed thousands of people. 135 air sorties, 185 sorties from this only air strike. لأنه مدمر ويحتاج إلى علاج نفسي مكثف.
المعونة الاجتماعية، لأن البلد الآن في أزمة أزمة أزمة، وإن الشعب اليمني في كارثة لا يعلم بها. ومهما كفلوا الإعلام فإن الآن التواصل الاجتماعي ودوركم جميعا، يجب أن يتواصل الجميع مع الجميع في كل أنحاء العالم ويكشف للعالم ما يحدث من جرائم ومن فظائع. فهنا المجتمع الدولي يبكي على القط والكلب إذا تأزم أو إذا انحرم من أمه، فما بالك بأطفالنا تحت الأنقاض، نقتل وتدمر، وتدمر إنسانيتنا وتدمر بيئتنا ومجتمعنا وثقافتنا وكياننا كإنسان، ويريدون أن يمحونا من الخارطة ونحن نتفرج عليهم. للأسف كل إنسان له دور وسفير. هي أمانة، هي أمانة. أنا جيت أتكلم باسم كل طفل، كل طفل يبكي في اليمن، وكل طفل يصرخ، وكل طفل يستنجد، يستنجد باسمنا. نحن قادرون أن نتحدث، هم ليس قادرون. أطفال ماتت في أحضان أمهاتهم من الخوف والرعب، أطفال انقرضت، أطفال تيتمت، أمهات. البيئة هنا انقرضت تماما، ولكن هنا أخاطبكم جميعا أن تكونوا سفراء وأن تأتوا الأمانة وأن توصلوا كل شيء. ورجاء في أشياء كثيرة بتنزل عبر الإنترنت، تشويهات وأكاذيب، وكلها من أجل أن يؤثروا بيننا البين ويعملوا تشويهات بحيث أنهم يزودوا القلاقل. وكل هذا من أجل من أجل من؟ إحنا بنحارب بعضنا البعض، لأن إحنا بنحقق لهم الأمنية التي يريدونها. مع الأسف إحنا بنحقق لهم أمنية سهلة جدا، هم ما استطيعوا أن يدخلوا يحاربونا بنفسهم، ولكن حاربوا أفكارنا ودمرونا في بعضنا البعض، واستطاعوا أن يستهدفونا لأن إحنا ما عندنا شوية حاجات، ونفسيتنا مترددة، وإحنا للأسف الدين الواحد ونحن قبلة واحدة ولغة واحدة وذات أمة واحدة ونحن البعض. هذا شيء مخجل ومؤثر ومحزن. وصفة للأبرياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انما يجري على اليمن من قطار بري وبحري وجوي لم تفرضه اسرائيل على غزه. لقد ضربوا باليمن اسلحه محرمه دوليا، احرقت الارض، احرقت اليمن ارضا وانسانا. ان جرائم ال سعود في اليمن لن تنساها الاجيال. قتلوا الاطفال والنساء ودمروا البنية التحتية لليمن ودمروا كل شيء على الأرض. إنما يطالبون به محال من إعادة للشرعية المنتهية الصلاحية. أليس كان الأحرى بمن يعيدوا شرعية مرسي في مصر أو يحرروا الأقصى؟ ولكنهم يدعون قتل طهران في صنعاء. من هذا المكان نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان بتسجيل وتدوين جرائم الحرب المرتكبة في اليمن وتقديم مرتكبيها وعلى رأسهم آل سعود للمحاكمة الدولية لينالوا عقابهم. النصر لليمن بالدم، بالدم، بالدم يا يمن. Aggression against Yemen the Yemeni generation will not forget. Will not forget. They killed children and women. They destroyed the infrastructure of Yemen. And they destroyed everything in the ground. What are they looking for? What are they looking for? They are looking for expired legitimacy. Is not Morsi, the president of Egypt, legitimately stronger than Hadi? The former resigned president of Yemen. Is not Al-Aqsa waiting to be free? Is not Al-Aqsa waiting to be free? We all call human rights organizations around the world to document all war crimes and bring Saudi Arabia to international trial. النصر لليمن، النصر لليمن. نبيك يا يمن بالروح بالدم، نبيك يا يمن بالروح بالدم، نبيك يا يمن
الله وبركاته. احيي كل وجه وقف في هذه الساحه من اجل اليمن ومن اجل من خلد اسمه الله ورسول الله، فقال الله بلدة طيبة ورب غفور، وقال رسول الله جاءكم أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، والغلظة والجفاء عند رعاة الإبل الفتاكين. أحبتي الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرجت مكة وهي كافرة، مكة كافرة أخرجت رسول الله، فجاء صحابي اسمه سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الصامت، عاد عندما دخل رسول الله لفتح مكة حمل الراية وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، يريد أن ينتهك مكة وهي كافرة. فقال رسول الله من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة، قال خذ الراية منه سلبوه، لا والله اليوم يوم عفو ومرحمة. فرسول الله غار على بلادي وهي كافرة، غار على بلادي وقد أخرجته، ومنع أن تنتهك بكلمة، منع أن تنتهك مكة بكلمة واحدة، فكيف بمن يرضى على اليمن بأن يضرب بالصواريخ والقنابل؟ وأنا جاي إلى هنا التقيت أحد الإخوة وصل من اليمن، مدح نظارته وأراني عينيه منتفختين، وقال أنه ينتفخ أسبوعيا من آثار سموم القنابل. هو هنا، هذا هو هنا موجود، يعني أن الشعب اليمني مسمم بسبب ضرب وقصف المملكة السعودية. أحباب العراق، أحباب الكرام، أنا هنا لأقول أن اليمن ستبقى، وعاهد الله على أمرين اثنين، أن الوحدة لا يمكن أن تنفك، وأن آل سعود لا يمكن أن يتسلطوا علينا، وأن اليمن سيبقى مهما تآمر عليه الناس. العراق وجيش العراق سلم خلال أكثر من 19 نهار، أما جيش اليمن الصامد الذي يقول أنه جيش رجل، لو كان جيش رجل واحد لاستسلم، ولكنه لحد الآن صامد في سكناته جميعا. نحو اليمني واحد، نحو اليمني واحد، جيش اليمني واحد، جيش اليمني واحد، جيش اليمني واحد. أحبتي الكرام، أحبتي الكرام، نفديك يا يمن، نفديك يا يمن، سأقدم حزام لشاعر يمني أصيل أعرفه وأعرف شعره ومدى قدرته، الأستاذ علي ناصر العزاني. فأرجوكم وأرجو الإخوة اللي في الميكروفون يسمعوا له، وجزاكم الله خير، وصل يا أستاذ علي. كي يقتل وكي يصرع وكي بنيانه يهدم وكي أشلاءه تشرع، ومن دمه على صفحات تربته يخط سطوره الأروع. ألا من كنتم بايا، ألا يا أيها الحمقى ظننتم أننا نخدع، إذن فاسمع ويسمع يا جلالتكم كل مخول أميع، عميل خائن مسرع، فسحقا من نزالتكم وسحقا من خيانتكم، وأبشع من جرائمكم صفاقتكم هي الأبشع، عواصفكم غبار في مهب الريح، مواردكم بأرض البحر لن تجدي، وما في الجو لن ينفع، منابلكم وما يلقى من الصاروخ والمدفع، تبين فقر من أتبع على تسمع، صنعتم من ثقافتكم بيانات من الأوهام والأحلام، حكايا من حكايات انتصارات على الأطفال لا تحجم. Saudi Arabia and the Gulf state regime and Israel against the people of the Middle East.
Yemen for you. And we thank you so much. Long live the people. They are destroying many lives and homes. They are not helping Yemen at all. All they're doing is destroying Yemen slowly. We may not be doing much by protesting, but our voice needs to be heard. We need to stand together and become as one. This is the only way we will ever succeed. We will unite. Thanks for Mr. Kamenoli. We are all here together and say one word to all the world that we are all Yemenis asking USA to stop supporting Saudi Arabia to kill Yemenis people. They kill Yemenis people. They kill children every day. They kill children, women, and civilians for no reason. And the only reason I could say and everybody say is oil. So we want to say no killing civilians, people for oil. Stop supporting Saudi Arabia logistically and stop the war in Yemen. We are all here to say one word. Stop Saudis killing Yemenis people. Stop bombing Yemen. Stop bombing Yemen. معنا مقطع من الشعر عن هذه القضية يا رشوة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بستمر الكلام ببيت واحد. بقول ما شيخ مبارك يا سعودي ما تقطع للحيوت. ولا قهر باغي صناديد اليمن وامجادها. ماشي غبارة يا سعودي ما تحطم للحيوت. ولا قهر باغي صناديد اليمن وامجادها. الصبر مفتاح الفرج والعكس مفتاح القيود. وان تعدى لليمن لا بتقيم اعادها. ترى the Yemeni people are suffering terribly because the bombs of Saudi Arabia, backed by the government of this country, the United States. The blood is on the hands of the Saudis, but it's on the hands of the United States too. The world can't wait. Mobilize the people who live in this country to say that wherever our government commits crimes against the people in Yemen, in Afghanistan, in Iraq, anywhere in this country, the United States drops its bombs, sends its drones, and now the cluster bombs, which are against the law by 116 countries, but not by the U.S. and not by Saudi Arabia. Anywhere in this world where the U.S. government finds its friends in puppets and regimes to do its dirty work, well, the people of Yemen also have friends. We are your sisters and brothers. We see what is happening, and we will not allow this to continue and stand aside and be silent. American lives are no more important than the lives of the people anywhere else in the world. This we believe, this we fight for. Thank you for organizing this protest today. The people of Yemen are sick. And we are against all imperialist force, and as American anti-war activists, we call on the United States to stop supporting the bombing of Yemen with... Okay. We call on the U.S. imperialists to stop supporting the bombing of Yemen with bombs, other weapons, intelligence, training, and we certainly do stand with the Yemeni people. We feel really, really awful about the way your people back home are suffering. We see it on RT News, and we just want to let you guys know that we're really glad that you're having this demonstration, and we hope there are more, and we
we hope to get bigger and bigger, and we just want to stop the bombing. Thank you. Whether they live or die tomorrow, today we speak against the war that left those women and children mourning about their beloved ones. Today we speak against the war that left so many Yemenis across the globe undignified, with no shelter in other countries. Today we speak against the war that did not leave the people with the simplest right they could ask for: food, water, and peace of mind. Today we speak against the war that did not even leave them a safe escaping route if they even chose to leave their land. And for all of that, we say stop the war, stop destroying the humbled infrastructure that we had, stop the fear, and stop the fear and the trauma that's going on in our kids' minds. And last but not least, I stand here today to object and reject all types of aggression on Yemeni inside and out. We don't have any political agenda towards anybody or another. Our agenda is our people. No other part in all political We call for those who have hands inside and outside of this war to stop and come back to the negotiation table and find a safer way to resolve these issues everywhere. In the end, we plead for everyone. In the end, in the end, we are not on one side. Everyone. All one side. There's no agenda behind this, and that's my word today. I said they're going to learn the lesson. They're going to learn the lesson. They look like they can learn. Thanks to the officers who have assured us that they've been to the table, but now they've been to the We are here to Ambassador.